اتحاد الشرطة الرياضي وأعزائي المشاهدين والزميلة العزيزة سالة حامد عشان نعرف كمان أجواء ما قبل المباراة نهائي كأس مصر، عشان نحط حضراتكم زي ما عودناكم في الأجواء ونستعد إحنا كمان للمباراة زي اللاعبين. اتفضلي يا سالة. تحياتي ليك طبعا يا كابتن هيثم، وبالتاكيد لضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو كابتن محمد صلاح وكابتن نشأت طلعت، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن هيثم، يمكن حقيقه انا متواجده داخل صاله اتحاد الشرطه في الدراسه طبعا عشان انقل لحضراتكم واحط حضراتكم طبعا في الصوره وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي كل الاستعدادات والاجواء هنا طبعا من داخل الصاله. وزي ما حضرتك قلت يعني نهائي كاس مصر ما بين النادي الاهلي والشمس، يمكن طبعا خليني انقل لحضرتك سريعا الاجواء هنا استعدادات الفرقتين. يمكن طبعا خليني ابتدي بالنادي الاهلي، ولكن قبل ما اتكلم عن النادي الاهلي طبعا يمكن خليني اقول لحضرتك ان المباراه اللي كانت طبعا تحديد المركز الثالث والرابع قبل مباراه الاهلي والشمس طبعا نادي الزمالك ونادي وادي دجله انتهت بفوز نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل لا شيء، فكده يعني نادي الزمالك هو حاصل على المركز الثالث في بطوله كاس مصر. يمكن طبعا يمكن كلنا ما كناش متوقعين بتاكيد يا كابتن هيثم، يمكن كل طبعا كان متوقع انه نادي الزمالك هو من سيكون في مباراة النهائي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وطبعا لكن وهي دي الرياضه. يمكن شفنا طبعا النتيجه يمكن ما حدش متوقعها، نادي الشمس يفوز على نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل شوطين، فيمكن نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك هو حاصل على المركز الثالث في بطوله كاس مصر. ويمكن زي ما حضرتك شايف طبعا ورايا بالفعل بدا يعني جميع لاعبات النادي الاهلي ولاعبات نادي الشمس عمليات الاحماء على ارضيه الملعب. يمكن كمان خليني اقول لحضرتك ان جميع لاعبات النادي الاهلي هيكونوا متواجدين بشكل طبيعي جدا في القائمه لمباراه اليوم، يمكن كمان مع رجوع زين العالمي وسهيله وفي. يمكن طبعا سهيله وفي كانت يعني بتعاني من اصابه سبرين انكل، ويمكن دي كانت درجه ثانيه، كانت غايبه طبعا لمده اسبوعين عن التدريبات الجماعيه وكمان المباريات مع فريق النادي الاهلي، هتكون متواجده في مباراه اليوم. كمان زين العالمي طبعا كانتش متواجده مع الفريق بسبب التوقف من قبل الاتحاد المصري للكره الطائره، هتكون كمان متواجده النهارده بشكل طبيعي وهتشارك مع الفريق في المباراه، ولكن هيكون في بس اثنين من لاعبات النادي الاهلي هيكونوا بره السكورشيت او السكواد لفريق النادي الاهلي، وهم مريم ثروت وايه الشامي. ده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كمان خليني اقول لحضرتك انه يمكن قرر الكابتن ابراهيم فخر الدين النهارده انه الفريق يمكن اتمرن لمده ساعه النهارده الصبح على نفس ارضيه الملعب صاله اتحاد الشرطه، وبعد التمرين كان في زي محاضره فيديو او فيديو ميتنج طبعا ما بين الكابتن ابراهيم وجميع اللاعبات لحديث عن طبعا اهميه المباراه، ويمكن طبعا هم ما بيبصوش من هو المنافس في المباراه سواء نادي الزمالك او نادي الشمس، كان طبعا طالبهم بالتركيز يعني بشكل كبير جدا في مباراه اليوم لحسم لقب بطوله كاس مصر. كمان خلينا نروح طبعا لنادي الشمس، ويمكن تحت قياده الكابتن ايهاب علي جميع لاعبات نادي الشمس هيكونوا متواجدين في المباراه بشكل طبيعي ما عدا اربع لاعبات هيكون في صفوف فريق نادي الشمس اربع غيابات يا كابتن هيثم، وهم ساره طارق وملك خاطر ووعد محمد، دول ثلاث لاعبات هيكونوا بره السكور شيت للرؤيه الفنيه للكابتن ايهاب علي. كمان مروه مجدي هتكون غايبه عن مباراه اليوم، دي طبعا من احد يعني العناصر المهمه في صفوف فريق نادي الشمس، ولكن هتغيب عن مباراه اليوم بسبب مزق في الكتف فهتغيب عن مباراه اليوم. ولكن كمان ان فريق نادي الشمس استعد بشكل طبيعي جدا، يمكن بعد مباراته مع نادي الزمالك امبارح اكتفى بس ببعض يعني الاستشفاء او الريكفري لجميع اللاعبات، وكمان محاضره فيديو طبعا او فيديو ميتنج طبعا ما بين الكابتن ايهاب علي وجميع لاعبات نادي الشمس للحديث طبعا عن اهميه المباراه، وكمان التركيز طبعا على نقط الضعف والقوه اللي عند نادي الاهلي. فيمكن يعني خليني اقول لحضرتك ان كل الامور بتسير على ما يرام، الفرقتين بيستعدوا بشكل طبيعي جدا، وكمان النهارده الصاله يعني خاليه طبعا من الجمهور بس يعني تقتصر على وجود العائلات سواء للاعبات النادي الاهلي او لاعبات نادي الشمس، ولكن المباراه النهارده بتقام بدون جمهور، وطبعا مع تواجد يعني اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وبالتاكيد الاتحاد المصري للكره الطائره وبالتاكيد مجلس اداره نادي الشمس. بالتاكيد انا معاك يا كابتن هيثم لو في اي سؤال، والان العوده مره للاستوديو طبعا الكلمه ليك تفضل. سلا الحقيقه برضو ما خليتناش اي حاجه ممكن نسال عليها، بشكرك يا سلا حامد الزميلة العزيزة من صالة اتحاد الشرطة الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا.